السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي فريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم، هذا الفيديو الخوت أنا موجه للمغاربة، بالأخص أصحاب القنوات، المحللين السياسيين، المؤثرين، اليوتيوبرز، أصحاب تيك توك وما إلى غير ذلك. مهم هاد المستعملين وسائل التواصل الاجتماعي اللي كينشطوا بالأخص فيما هو سياسي واللي كيتكلموا على قضية الصحراء. وأنا حقيقة كعلي باريش كنحترمكم جميعا وكنتابعكم فعلا وكنستافد منكم، وفي هذا الفيديو عندي لكم نصيحة فقط. هذا الفيديو غنتكلموا فيه على أمين التحيضر، وغنتكلموا كذلك على واحد المستجد جديد كيتكلموا فيه عناصر بوليزارو ومروجينو، وكيتناقلوا بيناتهم تيقولوا لأنه ضابط مغربي بين قوسين بالعيون المحتلة يتاجر في استدعاءات مزورة لدعم طلبات اللجوء مغاربة بغويانا الفرنسية. هذا الموضوع بالضبط غنتكلم فيه مطولا، وغنعطيكم بعض الحقائق، وغنتكلم على أمين التحيضر وغنعطيكم بعض الحقائق، ونحاول نوضح لكم بعض المغالطات اللي كنرتكبوها احنا المغاربة، بالأخص مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي واللي كينشطوا في ما هو سياسي، وبالأخص كيطرقوا قضية الصحراء المغربية. كنا شفنا تقريبا هذه شهر ولا شهرين عدد كبير من أصحاب القنوات يوتيوب، الفيسبوك، تيك توك، المحللين السياسيين ومحللين سياسيين البارزين على وجه الخصوص كيتكلموا تحت عنوان أمين التحيضر تم طردها من إسبانيا، وأمين التحيضر تم رفضها من السلطات المغربية دخول العيون. هذه عناوين تكلموا فيها عدد كبير من المؤثرين وأصحاب القنوات والمحللين السياسيين. ولكن هنا أنا بغيت نوضح لكم واحد النقطة، وسبق تكلمت عليها في ذاك الوقت ودرت فيديو وحذرت ونظرت ونصحت مع كامل الاحترام لكم، قلت لكم على أنه هذا راه مغالطات وخباركم اللي تكلموا فيها لا أساس لها من صح. أمين التحيضر اللي نتوما كتقولوا لأنها طردت من السلطات الفرنسية أو الداخلية الفرنسية، هذا غلط. أمين التحيضر عندها الجنسية الإسبانية، أمين التحيضر كتملك الجنسية الإسبانية. وعدد كبير منكم غيقول لي على أنه أمين التحيضر ما عندهاش الجنسية الإسبانية، كيفاش تحصلت على الجنسية الإسبانية؟ علاش أمين التحيضر تحصل على الجنسية الإسبانية وهي لا تنتمي لمناطق النزاع بحكم على أنها ليست بصحراوية؟ وهنا غنفسر لكم بعض النقاط، وهذا الكلام فعلا قالوا بعض الإخوة جزاهم الله خير. عدد كبير من الصحراويين اللي كينحدروا من الصحراء المغربية كيتحصلوا فعلا على الجنسية الإسبانية، وبالأخص الصحراويين اللي كانوا تحت الاستعمار الإسباني واللي كانوا جدودهم ولا والديهم ولا هما بالضبط عندهم جنسيات إسبانية، جنسيات إسبانية. فالدولة الإسبانية كتمنح هاو الناس، هاو الصحراويين اللي كانوا يحملوا الجنسية الإسبانية في وقت الاستعمار الإسباني الجنسية بمجرد وصولهم إلى إسبانيا، وأنه أحفادهم ولا أولادهم كتسهل عليهم الدولة الإسبانية يحصلوا على الجنسية الإسبانية بسهولة بالغة. فأمين التحيضر صحراوية ولكن ما كتنحدرش من المناطق اللي كانوا تحت الاستعمار الإسباني، ولكن هذا ما كيعنيش على أن ما عندهاش الجنسية الإسبانية. أمين التحيضر أحد عملاء الجزائر واحد عملاء البوليزاريو، والجزائر ولا زاد البوليزاريو عندهم لوبي قوي في إسبانيا، وعندهم أشخاص وشخصيات وسياسيين ووزراء وحتى رؤساء وأمناء أحزاب إسبانيين كيخدموا الجزائر ويخدموا مخابراتها ويخدموا البوليزاريو. وبالتالي أي شخص بغات الجزائر ولا البوليزاريو تحصل على الجنسية الإسبانية تحصل عليها بسهولة، وتقد الجزائر قاعد تعطيه جواز سفر دبلوماسي، وتقد الجزائر تعطي أمين التحيضر الجنسية الجزائرية وبالتالي تعطيها الجواز السفر الدبلوماسي، وتقد تعاونها بشكل كبير عبر اللوبي المنتشر في إسبانيا لأنها تحصل على الجنسية الإسبانية بسهولة حتى الجنسية الفرنسية. لهذا الإخوان نأكد لكم حسب المعلومات اللي عندي أنا، أمين التحيضر عندها الجنسية الإسبانية عكس ما تدعي. حد منكم غيقول لي أمين التحيضر ظهرت فيديو قالت على أنه إسبانيا رفضت تمديد رخصة الحصول على الإقامة الإسبانية،
وحد منكم يقول لي على انه اسباني مسؤول صرح على انه امين التحيدر رفض تمديد اقامته في اسبانيا. هذا كامل نقدو قبلكم، ولكن اكد لكم هذه فقط بروبوغاندا، هذا كامل لا اساس له من الصحة. هذا كامل اللي تشوفوا من الاسباني يظهروا ويتكلموا على امين التحيدر على انه تم رفضه، كلامه هذا غير مسؤول، كلامه غير رسمي. شوفوا احد القنوات ولا زاد المواقع الالكترونية ولا الصحفية ولا الاعلام الاسباني كتكلم على انه امين تحيدر تم رفض اقامته او تجديد اقامته في اسبانيا، ذاك الكلام غير مسؤول، ذاك الكلام غير رسمي. هذوك ابواق ولا ديمم كتشريهم الجزائر والبوزارة باش يتكلموا على هذا الكلام. حد منكم حاليا اللي سمعني نقول هذا الكلام يتسأل علاش بالضبط، علاش غيكذبوا، علاش غيكذبوا يقولوا امين تحيدر تم رفض تجديد اقامته، علاش بالضبط في نظركم؟ علاش غنقول لكم علاش. سؤال غنطرح لكم سؤال، شنو هي امين تحيدر بالنسبه للمغرب؟ فعلا انفصاليه. هل امين تحيدر كتشكل واحد الخطوره كبيره على المغرب وعلى الدوله المغربيه وعلى مغرب الصحراء؟ اكيد لا، وجهه نظري لا، هي ما هزش السلاح، هي فعلا انفصاليه كعدد كبير من الانفصاليين، آلاف من الانفصاليين متواجدين في الصحراء المغربي وبالأخص في أوروبا. كيفاش أمين تحيدر تشكل على المغرب خطر وعلى الدولة المغربية وعلى قضية الصحراء المغربية؟ ما كاينش خطر نهائيا. أمين تحيدر شأنها شأن عدد كبير من الانفصاليين اللي كنتعايشوا معاهم وكنعيشوا معاهم وكنتكلموا معاهم وكيبادلونا السلام وكيهنئونا حتى على الأعياد والمناسبات. أمين تحيدر ما كتشكل أدنى خطر نهائيا. لكن هذا السؤال، أمين تحيدر من جبهة الشهرة؟ الشهرة اللي كسبت امين تحيدر من هذه البروبوغاندا اللي هما كيروجوا لها. مثلا امين تحيدر تم رفض تجديد اقامته في اسبانيا مع العلم لانها عندها الجنسيه الاسبانيه. امين تحيدر تمنع دخول المغرب مع العلم لان المغرب ما منعهاش نهائيا، ما حاسينش بها ولا معتبرينها. فجاه كتظهر لكم امين تحيدر في العيون، اش كيقولوا؟ عاجل، رغم عن أنف الاحتلال المغربي، أمين تحيدر تدخل العيون المحتلة، وبالتالي كيلمعوا لها الصورة وكيصنعوا منها بطل قومي مع العلم لأن المغرب ممنعاش ولا رفضها، ودخلت المغرب كعدد كبير من المغاربة الانفصاليين وما منع حتى واحد. فأمين تحيدر كتلجئ هذه الخطط، وبالتالي كيتسلط أو كتجلب لها الأضواء الصحافة والإعلام وحتى المغاربة هذو المؤثرين، وكيصنعوا من امين تحيدر بطل قومي اذا صح التعبير، وهي ما كتسوى حتى بصله. امين تحيدر بسهوله تجدد اقامته في اسبانيا، وما بارافداش نهائيا اسبانيا لانها ما تجددش اقامته. امين تحيدر عندها حق تدخل المغرب وتمشي العيون وتسكن في الرباط والدار البيضاء بحكم على انها مغربيه حامله الجنسيه المغربيه، والمغرب والدوله المغربيه والمسؤولين المغاربه ما سوقينش ليها ولا معتبرينها ولا عاطينها قيمه. فاحنا للاسف احنا المؤثرين واصحاب القنوات واصحاب التيك توك والتويتر والفيسبوك كنسقطوا في الفخ اللي كتنصب لنا المخابرات الجزائريه والبوليزاريو، يكون عاد ردوا البروبوغاندا تاعو ولمعوا ليها، وبالتالي فجاه كتظهر على انها في العيون وكتقولوا لنا على انه امين التحيدر غاندي الصحراء دخلت الصحراء الغربيه او العيون المحتله رغم عن انف المخزن ورغم عن انف الاحتلال المغربي بين قوسين. كذلك انا شفت فيديوهات اليوم على انه تحت عنوان الداخليه الاسبانيه تجدد الاقامه لامين التحيدر، وبالتالي صدمه لعملاء المخزن وللعياش، وفعلا تقدروا تاكدوا من هذا الخبر وغتجبروا عند الراضي الليلي. تحت عنوان المخزن او العياشه المخزن او الاحتلال المغربي ينصدم بعد تجديد إقامة أمين التحيدر في إسبانيا، مع العلم لأنه حالا إذا نتكلم معكم أمين التحيدر كاين في العيون، حالا كاين أمين التحيدر في العيون، وتقد في أي لحظة تخرج بالتصريح لأنه المغرب بين قوسين الاحتلال المغربي رفض دخول غاندي الصحراء، يعني دائما كيضخموا غاندي الصحراء إلى العيون ودخلت رغم عن أنف الاحتلال المغربي. إذا الخوت ما تطيحوش في هذا الفخ نهائيا، أمين التحيدر عند الجنسية الإسبانية وعندها الجنسية المغربية وما رفض دخولها للمغرب ولا رافض اسبانيا تجدد اقامتها على الدولة الاسبانية. اذا احنا راه كنلمعوا لها اسمها وكنصنعوا منها اسم عظيم وقوي وكنسلطوا عليها الاضواء
وبالتالي هذا الشيء اللي باغي، مع العلم لأن ما كتشكل أدنى خطورة على المغرب، فقط انفصالي كعدد كبير من الانفصالي. الموضوع الثاني اللي غنتكلم عليه هو إشاعة ولا زاد أخبار كيتناقلوا عناصر بوليزاريو تحت عنوان ضابط مغربي بالعيون المحتلة يتاجر في استدعاءات مزورة لدعم طلبات اللجوء مغاربة بغويانا الفرنسية. الفيديو هذا طولته، غنرجع بعد ساعة وساعة ونصف من الآن فيديو تاني تحت هذا العنوان. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم.